خلونا بقى نطمن على الأوضاع في اسكندرية، ومعانا على التليفون اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. عايزين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس في الاسكندرية، وهل فعلا في أمطار حاليا، وإزاي تم الاستعداد لمواجهة هذه الحالة؟ أنا عارفة إن في البداية تم تعطيل الدراسة اليوم، لكن الإجراءات الأخرى إيه؟ والله حضرتك احنا مع هيئة الأرصاد بالتوقعات اللي متوقعين الأمطار ليلة الأحد، يعني احنا من امبارح رافعين الحالة في المحافظة بالكامل، كل الأجهزة التنفيذية في المحافظة يعني مستنفرة بقيادة معالي وزير المحافظ والسادة النواب والسكرتير العام والسكرتير المساعد وكل شركات المرافق. أشرنا كل السيارات والمعدات اللي تعمل مع الأمطار، أكثر من 180 سيارة ومعدة منتشرين من أمس صباح أمس. بدأت الأمطار حوالي الساعة 11:30 مساء ليلة الأحد يعني، واستمرت لعندي يمكن الساعة 4:30 5 الفجر النهارده، بدأ متوسطة وغزيرة على معظم أنحاء المحافظة، والحمد لله تم التعامل مع كل الأمطار اللي نزلت. وكررت تاني بعد الفجر برضه أمطار متوسطة وخفيفة على معظم، دلوقتي حاليا احنا يعني برضه في أمطار خفيفة في بعض أنحاء المحافظة. ايه الاماكن اللي كان فيها يعني تراكم للمياه الامطار وتم التعامل معها فوريا؟ والله حضرتك انا عايز اكد بس ان في بعض الاماكن زي الطريق الصحراوي والطريق الساحلي، هم دول يعني غالبا ما فيش فيهم خدمه صرف صحي، احنا سياراتنا موجوده هناك وبنرفع الميه اول باول، يعني تجمع بعض الميه وترفعت على طول الحمد لله بدون اي عقبه مروريه او تاثير على الحاله المروريه في المحافظه. تمام. هل بيتم التنسيق بين حضراتكم مع الهيئه العامه للارصاد الجويه علشان يكون في حاله استعداد دائم ومستمر لمواجهه الامطار؟ اكيد والله يا استاذه دينا، طبعا هيئه الارصاد مشكوره مكلفه زميله فاضله الدكتوره ايمان شاكر معانا على طول على مدار الساعه، حتى يبقى في توقعات بسحب، توقعات برياح، توقعات بتاثيرات مناخيه تبعتها لنا على طول وتبلغنا بيها قبل الحدث يعني، فكل التحيه والتقدير لحضراتكم يعني. هل في خط ساخن حضراتكم بتستخدموه او الناس ممكن تقدم شكاوى لو في شوارع او طرق معينه حواليهم فيها تراكمات للمياه؟ اكيد يا فندم، احنا عندنا الخط الساخن لسكه صرف صحي اسكندريه وصرف القياره فيها نفس الرقم 175، باقي شركات المياه على مستوى الجمهوريه 125، يعني صرف الصحي القاهره واسكندريه 175، كل شركات المياه على مستوى الجمهوريه 125. الحاجه الثانيه اللي في محافظه اسكندريه هنا كل الاجهزه التنفيذيه مربوطه مع بعضها بجهاز لاسلكي، حيث البلاغ حتى وصل للنجده، وصل للمحافظه، وصل لاي جهه تنفيذيه يبلغ الجهات الاخرى، نتعامل على طول مع الحدث اللي بيحصل يعني او البلاغ المواطن. اكيد. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه.